السلام عليكم. طبعا شوفوا سامسونج، اوكي، لا حد يقول لي ما احب سامسونج، هذا تلفزيون سامسونج، اوكي. كثير يسالوني هل الايباد يغنيني عن اللابتوب؟ ما اقدر اجاوب ذا السؤال، ومع اني سويت فيديو تقريبا قبل 9 شهور تقريبا على بدايه الايو 13، جلست اسبوع كامل بالايباد، طبعا مش الايباد اير، جلست بارد ايباد او انه ايباد برو القديم اللي بالمدخل الشاحن تركب فيه، اللي شغلك عرفتوا بالابل بالسلون. فالفيديو موجود في اليوتيوب قبل 9 شهور سويته، تقدرون تشوفونه الحين، بحط لكم الرابط حق ارفع اسحب الشاشه وتدخل على الرابط وشوفه وتتغرر كيفك، يعني هل تقدر تستخدم الجهاز ايباد بدون لابتوب؟ مع ان السؤال ده ما اقدر، ما في انسان يقدر يجاوبه. في اشخاص الجوال حقهم يغنيهم عن اللابتوب، في اشخاص التابلت يغنيهم عن اللابتوب، في اشخاص اللابتوب يغنيهم عن الكمبيوتر، في اشخاص الكمبيوتر ما يغنيهم عن اي شيء. فانت تختار وانت بكيفك، الايباد يمكن يغنيك انا ما يغنيني، اللابتوب يمكن يغنيك انا ما يغنيني، الكمبيوتر يمكن يغنيك انا ما... يعني على حسب انت واستخدامك. للدراسة انا سويت حق دراسة اسبوع كامل عن الدراسة، لحق الدوكيومنتس كيف اكتب والاشياء دي، دي الشيء هو اصلا اتوقع الايباد بالنسبة لي هو نازل حق ذا الاشياء، يعني حق دراسة الكتابة للكتاب، مش دراسة البرامج المخصصة اللي موجودة في الويندوز ما راح تحصلها في الايباد. لكن شوفوا الفيديو مثل ما قلت لكم وانتم تحكموا. طيب الفيديو هذا مهم لحق كل شخص يستخدم جهاز في العالم، جهاز ايفون لابتوب ايباد تابلت كل شيء. اشخاص يسألوني جهازي يسخن، جهازي يصير بطيء، جهازي النسبة نزلت بسرعة، جهازي دي الاشياء كلها مسببات كثيرة. كبداية لازم تعرف ان الايباد حقك او الجهاز حقك انت شو اللي شابك عليه. مثلا بعض الاشخاص، لو نشوف معاكم هنا بعض الاشخاص تشوفونه مشغل الخيارات دي لكلهم. طيب انت تستخدم الاير دروب؟ لا طفى. طيب انت تستخدم البلوتوث؟ لا طفى. طيب انت تستخدم الواي فاي؟ اوكي. انت ليش تشغل الواي فاي والبيانات؟ لازم تطفي واحد منهم، هذا اول حاجه. في اشياء ثانيه كثيره برضو راح نتكلم عليهم قدام. يجي لي شخص يقول لي جهازي يسخن، طيب ليش؟ انت شو اللي تسوي؟ يعني لازم انا اساله واجلس ذي الوقت كله، ما بفاضي انا حق هالاشياء، اسف. فلازم انك انت من نفسك لازم قلت حسوي فيديو عشان الناس كلهم يفهمون. كبدايه الجهاز فيه اشياء كثيره تصرف من الجهاز. اول حاجه تركيب الشاحن، راح يسخن الجهاز اذا كنت تستخدمه تحطه في الشاحن. ما اقول لك لا تستخدم اللابتوب او جوالك في الشاحن او اي جهاز، لكن حطيته في الشاحن لا تلعب ببجي، لا تلعب الاشياء دي. انت اوريدي ترفع حراره الجهاز وبرضه المعالج قاعد تستخدم فيه اشياء قويه، فاوريدي يسخن زياده. أبل ما راح تخلي كل الأجهزة ما راح تخليهم يعني يسخنون، وذا يسخن فراح ينفجر الجهاز عندك، فشيء طبيعي الجهاز راح يقل أداءه، أوكي؟ يقل أداءه في الاستخدام لين يبرد ويرجع مرة ثانية. ومن الشيء سخونة الجهاز راح تأثر على البطارية، وتأثر على عمر البطارية، وتأثر على نسبة البطارية، وتأثر على كل شيء في الحياة، أوكي؟ فشيء طبيعي. وبرضه الشيء القوي، الشيء اللي يأثر على الجهاز، وهو تحديد المواقع او اللوكيشن، فتح اللوكيشن ياثر بقوه على الجهاز. يعني سناب شات، لو تفتح سناب شات احيانا اشخاص كثير يفتحون سناب شات والجهاز يسخن عندهم، يعني كلمه يقول اوه جهازي يسخن، فاتح سناب شات وحطه في الشاحن وهو برضه في سناب شات مشغل تحديد الموقع وما يدري نفس مشغل سناب شات وقاعد يشحن، مشغل تحديد الموقع والكاميرا سناب شات مشتغله والمايك شغال، ايش تبي في الجهاز؟ انت استخدمت اللي في الجهاز كله، باقي باقي بس شنو؟ شو اللي باقي؟ بلوتوث انت اوريدي شابك او على الانترنت. ما ادري شو اللي باقي، يعني موارد الجهاز كلها استخدمتها ولو جرس شحنه لازم يسخن، لازم يتاثر بطارية، لازم يخترب بطارية، لازم يقل النسبه تقل. فانت لازم تتحكم في الاشياء، ولازم تتحكم برضو في البرامج اللي تشتغل فيها. راح اشرح لكم الحين كل الاشياء دي وكيف تتحكمون فيها انتم. طيب كبدايه اول حاجه جهازك رجاء جهازك يسخن، ما ادري الاشياء دي كلها لازم تخش الاعدادات عام، انزل تحت اعاده تعيين، سوي اعاده تعيين جميع الاعدادات، مش مسح، اعاده تعيين جميع الاعدادات. راح يقول لك هنا سيتم اعاده تعيين، لن يتم حذف اي بيانات او وسائط. والله مليت وانا كل اقولها، اتوقع ان انتم برضو مليت وانا كل اعيدها. ما راح يحذف اي شيء، يحذف الوراق الحائط لحق الجهاز، يحذف الرقم السري والدخول للجهاز، يحذف الارقام السريه لحق الوايرلس بس. جهازك، ترتيب البرامج عندك، الواتساب، المحادثات، كل شيء موجود، اوكي؟ هذا الشيء لازم تسويه كل مره تحدث جهازك، ولا اذا حسيت جهازك مثلا قام يسخن. وبرضه الشيء الثاني، جهازك لازم تخليه اخر تحديث،
حدث جهازك في مشاكل في البداية، حبة حبة مع الوقت لازم يتعدل مع التحديثات، لازم تحدث جهازك. وبرضو إذا حدثت جهازك البرامج حقينك لازم تحدثهم. يعني خش البرامج حقينك هنا الأب ستور، لو تفتح أب ستور اضغط هنا اسحب الشاشة، البرامج اللي طلعوا لك هنا لازم تحدثهم. يعني كل يوم خش واضغط سوي تحديث، كل يوم خش اضغط سوي تحديث، البرامج لازم تحدثهم. لأن البرامج المبرمجين يصير في مشاكل في البرنامج، يعني البرنامج يصير في تعديل امبروف الأشياء كلها، شوف باج فيكسس يعني فيها واند امبروفمنتس، فأشياء تعديل حق البرنامج، برنامج يسر الطريق البرنامج الأشياء كلها تحديث من هالأشياء. طيب خلصت من الأشياء، نجي الحين لحق تحديد الموقع. يصرف بطارية قوي تحديد الموقع، خصوصا إذا طلع السهم عندك هنا في تحديد الموقع أو السهم هنا لحق تحديد الموقع. أيوة، فكيف نعرف تحديد الموقع اللي عندنا والبرامج اللي تستخدمها تحديد الموقع؟ نخش الإعدادات، نروح الخصوصية، خدمات المواقع، شفتوها؟ ضغطوا عليها، تشوفون البرامج اللي هنا اللي قاعدين يحددون الموقع. مثلا اليوتيوب ليش تبي تحدد موقعك؟ ما تبي، سوي له مطلقا، خلاص ما يسوي تحديد الموقع. الطقس أثناء الاستخدام، إذا فتحت البرنامج سويت الموقع تطلع من خلاص. طيب أب ستور كيفك أنت، سناب شات إذا أنت ما تستخدم سناب شات، ما تستخدم مثلا الخرائط وسناب شات، الأشياء دي كلها طفة، ما لا تعب نفسك، ليش تخلي سناب شات تشغل تحديد الموقع؟ يأثر قوي على الجهاز، يأثر واجد، فلازم تطفي. طبعا ما أنصح أنكم تطفون تحديد الموقع كامل، لأن مثلا لا قدر الله انسرق جهازك كيف بتعثر عليه ببرنامج فايند ماي أو العثور على الأجهزة أو عثور تحديد الموقع هذا البرنامج، فالأفضل أنك تطفي بس البرامج اللي ما تبيهم. طبعا تتحكم أنت هنا بكيفك، الميكروفون إذا كنت ما تستخدم مثلا في اليوتيوب أو سناب شات اللي ما تصور مثلا أبد، طف الميكروفون، طف الكاميرا، طف يعني الأشياء اللي ما تستخدمها ليش مشغل لها، ليش معطيها أذون؟ إذا أنت سناب شات بس تشوف الناس، ما تكلمهم، ما تسوي دردشة بالمايك، ما ترسل صور، طف الأشياء دي تريح جهازك أنت ولا تعطيهم أذون، وحماية لك برضه أفضل. فالخصوصية لازم تتحكم فيها، أهم شيء عندي هذا. والكاميرا يمكن على حسب البرامج اللي تستخدمها. طيب نرجع الأشياء الثانية برضو، نخش الإعدادات مرة ثانية عام، نشوف هنا بعض البرامج مثلا يصير عندك البرنامج أنت في ثقل في أشياء، أحدث البرنامج رجع حملها. سناب شات بليز، يعني أكثر البرامج في سناب شات والأشياء دي لو خش الإعدادات اضغط هنا انزل آخر شيء، سو مسح الذاكرة، سو رفرش حق الجهاز حقك، تسجيل خور، احذف البرنامج، في عندك مشكله في البرنامج حذفه ورجع حمله. لا تحذفه من تلقائي اللي تخلي تضغط ويهز، لا خش هنا واحذف البرنامج عندك من هنا، خلي يطلع المساحه التخزين ويطلع لك البرامج حقينك انه احذفه منها، يعني اعتبرت كان حذف من الجذور عشان ينحذف البرنامج كامل من عندك. تضغط البرنامج اضغط حذف وعمل حذف كذا على طول كامل. طيب الاشياء الثانيه مثل ما قلت لكم برامج تحديد التطبيقات في الخلفيه، هذه ضروري ضروري ضروري. جهازك ما لا داعي البرامج مثلا اختصارات ليش يشتغل في الخلفيه؟ ليش انا اذا طلع مثلا الحين فاتح برنامج اختصارات طلعت من يتم شغال في الخلفيه، ليش اخليه شغال في الخلفيه؟ طفي البرامج كلهم اللي ما تحتاجهم يشتغلون في الخلفيه. انت جرب، لا تسالني تقول لي برنامج اطفي هذا البرنامج بطفيه، طفهم كل حتى سناب شات طفهم كلهم، اذا حسيت بفرق طفهم انت تعلم، طفهم كلهم وطلعت. طيب اذا سناب شات مثلا شفت ما جاك اشعارات ولا شيء ارجع شغله، انت بكيفك، انت تعلم يعني طف هذا وشوف جرب بعد يومين ثلاثة ايام حسيت بفرق في اداء البرنامج يعني وان طلع برا ولا لا، انت تعلم. يعني تقدر تخليهم هنا مثلا على الواي فاي، تقدر تخليه متوقف على الكل ما يحتاج يشتغل برامج الخفيف ولا في اي شيء، او تبيهم بس الشبكه الخويه والواي فاي ولا بس الواي فاي، بكيفك انت تتحكم بكل شيء من هنا. دي لازم البرامج الخفيف لازم تتحكم فيها، لازم يعني تشتغلون على البرنامج ده او الخيار هذا. برضو البرامج رجاء البرامج لا تسكرهم، ترى أبل مبغبية، ليش ما بحطتك زر نفس الأجهزة الثانية؟ أبل مبغبية، الرام في الجهاز في الآيفون ما راح يتأثر بفتح البرامج الكثيرة، الجهاز الآيفون أو نظام الآي أو إس ذكي أكثر من الأجهزة الثانية، ف يعني في الرام مانجمنت في كيف يتعامل مع الرام، أنت بالعكس في أبل سويت فيديو في اليوتيوب من زمان، فتحت لكم موقع أبل وفتحت لكم الأشياء وحددت عليها ومكتوب إنه لا تسكر البرامج في الخلفية، أنت سكرت البرامج في الخلفية تأثر على الجهاز وأداء الجهاز. ليش؟ الحين الحركة أنك أنت البرنامج حقك فاتحة طلعت من ما راح يصرف يولي كذا خلاص، أنت لا إذا سكرته من الخلفية سكرته كذا شو تسوي أنت؟ الحين سكرته عادي، بس إذا بترجع تفتحها رجوع فتح البرنامج من البداية هذه أثر، يبي له طاقة قوية عشان يرجع ياخذ يجيب لك البرنامج مرة ثانية. فخلي البرنامج ورا، يعني أبل تقدر تحط زر ترى حذف
ما حطتها لك هنا خلاص. البرامج ذي يعني لو ترجع بحق برنامج قديم الحين هذا برنامج هل فاتح؟ لا. لو بضغط عليه بتشوف يفتح من البداية. شوف الحين مفتوح الآيفون مفتوح موقع ثاني، بضغط عليه بتشوف يفتح من البداية. هو أوريدي مسكر خله هنا، لو ضغطت عليه هو أوريدي موجود بس على طول يجيب لك إياه أسرع أسرع وأخف للجهاز. اضغط عليه شوف الحين يرجع من البداية، شفت كيف؟ هو أوريدي مش موجود البرنامج مسكر. أبل إذا حجت إذا الجهاز إذا احتاج رام راح يسكر البرامج القديمة، مالك شغل. أبل النظام حقها مش يعني مش معتمد على الرام كثير. ليش هالايفون مثلا 3 رام 4 رام واشتغل ممتاز؟ لأن الرامات في أبل في أجهزة أبل قصدي النظام نفسه مش معتمد كثير على الرام، معتمد على المعالج. أبل نظام حقها مسويتها كذا، بخلي الرام يشتغل عليه خفيف، كل أداء الجهاز وقوة الجهاز كلها على المعالج مش نفس الأنظمة الثانية. فرجاء لا تسكر ذي ترى يأثر على البطارية. فأتوقع هذه كل الأشياء، فاستخدم جهازك طبيعي، وقت الشحن حطه يشحن، تستخدم استخدام خفيف لا تخلي يأثر على أشياء، أو تستخدم لعبة مثلا وما قاعد يشحن لازم يسخن، يسخن راح يقل. قلت لكم الأشياء دي كلها، فأتمنى الأشياء دي تعودون عليها. لا تسكر برامجك، جهازك طفيك تطفية كاملة، زرين كذا واسحب الشاشة طفي وشغلة إعادة تشغيل حق الجهاز على الأقل في الأسبوع مرة. وقت تشغيل الجهاز، الجهاز يرتب النظام، يرتب الملفات. دي الأشياء مش لازم بس جوالك، حتى الآيباد حتى اللابتوب أي شيء أي جهاز بالعالم لازم تطفي وتشغله. هذا حل من حلول أحيانا بعض المشاكل. جهازك ما عمرك طفيته طف وشغله راح بعض أحيانا تنحل المشاكل. فرجاء لغى الأسبوع طف جهازك وشغله. إذا أنت في مكان مثلا الأبراج قليلة، لأن كل ما يقل الأبراج كل مثلا يصير بار واحد ولا بارين، الجهاز نفسه راح يحاول ويصرف بطارية زيادة إنه يبي يشوف حل يرجع الريسبشن أو السيجنال فحق الجهاز نفسه. فإذا كان عندك شبكة بار واحد وما تستخدم جهاز تقدر تشغل لما الطيران، يعني إذا كان ناقص بار بارين أوكي، بس إنه إذا كان مثلا بار واحد وأنت عايش في مكان ترى بار واحد ترى يأثر على الجهاز وأداء الجهاز. الجهاز قوته أوتوماتيك يصرف قوة كثير عشان يبي سيجنال أو يجيب شبكة يقوي الشبكة يعني. فأنت بس فكر فيها، فكر في الأشياء اللي مشبوكة في الجهاز، فكر في الشبكة اللي تطلع من الجهاز، فكر في أدوات الجهاز يعني الأشياء اللي مركبة بالجهاز، في كاميرا، في سبيكر، في مايك، في بلوتوث، في جي بي إس، في داتا شريحة، في تحديد موقع. الأشياء دي ترى تأثر على الجهاز وسخون الجهاز. فالأشياء دي تفكر فيها، البرنامج اللي فتحه أنا هذا شو اللي وصل في الخصوصية، شو اللي ماخذ منهم، كم أذن، كم إذن ماخذ من الجهاز، محتاج الإذن أطفيه، محتاج الإذن أطفيها. فأنت بكيفك، طف المايك، طف الكاميرا، طف تحديد الموقع، طف البرامج تشتغل في الخلفية. أنت بس فكر في الجهاز والأشياء اللي جلس يخدهم أو قاعد يصرف بطارية. هذه الأشياء القوية، الجي بي إس أقواشة برضو، وتحت تبدأ لك بالخطوات لحق الأشياء الثانية دونات. فإن شاء الله فهمته وفادكم ذا الفيديو وفادكم كل شيء. لا تنسوا مثل ما قلت لكم على ضبط المصنع حق الجهاز، حدث جهازك أول بأول، حدث البرامج أول بأول، طف الجهاز وشغلة على الأقل في الأسبوع مرة. السلام عليكم. أول أمس طلعت بالسيارة رحت شاري أغراض، تقريبا كنتوا معاي في سناب شات. من أول أمس موقف السيارة، اليوم توني بطلع الحين، طلعت الشنطة مفتوحة لها يومين، سكرت الشنطة ما ودي تشتغل السيارة، لازم نشوف أحد يقرنها الحين. خلص السيارة الحين تولي، كلمت ميثم بيجيني الحين. المهم بكلمكم عن شيء الأشخاص كلهم يتمنونه وأنا أتمناه والمجتمع والعالم كله يتمناه، ألا وهو في الآيفون طبعا نتكلم، إن أبل تشيل النوتش. وأشخاص هرمنا وما أدري شنو كتب لي واحد، كل يوم تقريبا يجي لي أسئلة هنا في اليوتيوب، ليش أبل ما تشيل النوتش؟ ليش أبل متأخرة في التغنية؟ يعتبر إن موجود نوتش هذا في التغنية متأخرة، وما تدري إن الناس إن الشركات الثانية ما بعرفها تحط فيس أنلوك أو فيس آي دي، ما بعرفها تحطها، بعضهم حاطين حق الوجه كامل ما أدري شنو. هواوي يمكن تقريبا حطت في آخر سنة، بس نابل تكلمت أول ما نزلت قالت سنتين الناس أو الشركات الثانية ما راح تقدر تحط. تمت سنتين الشركات حطت إلى توها يعني، قبل سنة أو سنتين برضو عندنا بس من الآيفون 10 نحسبها. بابا أنا أتكلم عن كل شيء هنا بالتفصيل عشان أجي لأحد يسألي أوه لا حطوها من زمان. أوكي خلصت. النوتش ليش أبل ما برضي تشيله أو راح تشيله في المستقبل، بس إلى الآن ليش ما شالتها؟ أول حاجة أبل يوم حطت النوتش الحين لو تبي تشيله، أبل أول ما حطت النوتش تكلمت وعطت المطورين وقت معين إنهم لازم يدعمون النوتش. إيش معنات المطور يدعم النوتش؟ المطور لازم أبل يعني في صفحة المطورين حق أبل تعطي المساحة، مثلا تحط شاشة الآيفون وتعطي المساحة المحددة للبرمجة، يعني أبل ما عطيته المساحة كاملة لين تحت النوتش
الزوايا يمين ويسار ما يقدر المبرمج يحط يعني خيارات او فانكشن فيهم، خصوصا في البرامج اللي يعني مش العاب ولا اشياء ذي، البرامج مثل التويتر والاشياء ذي، انه يكون الوقت يكون طالع، عرفتوا كيف؟ فالمسافه اللي يمين النوتش ويسار النوتش هذا الابل تحط الساعه فيها. اما اذا كنت تستخدم الشاشه كامله هذا في البرامج الثانيه مثلا فيديو بتشوفه او شيء، هذا شيء طبيعي. برضو في خيارات ثانيه من تحت مكان الخط خروج الشاشة، هذا المبرمج هناك ما يقدر يتحكم، يحط شيء مهم علشان مثلا سحب مسح تحت، ان هذا المكان حق ابل انه حق خروج من الشاشة. يعني مثلا في برنامج التويتر اللي انا استخدمه تويت بوت، تحت الساعة على طول في المربع تضغط عليه تفتح تكتب تويتر مثلا، اللي على اليسار تحت الوقت على طول، تحت الساعة والوقت شوف تحت البطارية قصدي، في التحرير ما قدروا يحطونها فوق لان ابل قالت له خلاص المساب حد حقتك فوق، تقدر تخلي بس لون البرنامج نفسه والديزاين حق البرنامج، بس ما تقدر تحط شيء هناك لان أنا الوقت وحق ابل وكل شيء بتحطه فوق. اوكي هذه الاشياء. فابل تقدر تسوي حركه انها تقصه كامل وتخلي كله اسود وتخلي الوقت تحت، فانت كلت الشاشه، فالحواف اللي في الجوانب هي بالعكس حركه حلوه، انه ما تحتاج فيها الا بس الوقت، يعني ما راح تحتاج فيها شيء ثاني، افضل انه ينزل الوقت تحت وتسج الشاشه تصغر كل شيء يصغر. هذا أول شيء. أبل مثل ما قلت لكم عطت المبرمجين وقت معين. ليش الوقت معين؟ أبل مسوت النوتش من 2017 من الايفون 10، هو الوقت اللي عطتهم إياه علشان يدعمون النوتش، لأن إذا ما دعموا النوتش في ذا الوقت المحدد اللي لهم الدعم مش نفس الشركات الثانية مثل الأندرويد ما يحتاج دعم، لأن الأندرويد تدعم شنو؟ تدعم دمعة، تدعم ما في نوتش، تدعم كاميرا تطلع من وراء الجهاز وتطلع من فوق، ذي الأشياء كلها تأثر على ثبات الجهاز. الناس اللي يفكرون الحين يبون شكل، أبل تبي تجيب شكل مع أداء، ما تقدر أبل تشيل النوتش الحين، في برامج ما دعمت النوتش، وفي في جهاز في بازل كبير، في جهاز يعني المبرمج يتوهق يسوي أي شكل أي حجم، هذا نفس الأندرويد. أبل لا، حب حب إلين خلاص المبرمجين وجميع البرامج اللي في الأب ستور تصير مدعومة للنوتش، نبدأ استب الثاني إن نسوي جهاز نوتش أصغر أو بدون نوتش، نفس ما كانت أول ما في نوتش، بعدين بدأت استب ثاني حطت نوتش. النوتش أبل قبل كورونا كانت معطية المطورين وقت محدد اللي هو شهر 4 اللي هو هذا الشهر يكون عندهم الوقت، يعني سنتين معطيتهم إنه يوم 4 وشهر 4 هذا الشهر لازم تدعم النوتش، ما في برنامج راح ينزل في أب ستور أو تحديث في أب ستور إلا لازم يدعم النوتش. إحنا بسالفة كورونا أبل مددت لهم قسم تقريبا لشهر 9 تقريبا، فأبل الوقت المحدد اللي حددته السنتين اللي راحت حددت توها الحين من سنتين إنه في 2020 في شهر 4 النوتش لازم في كل البرامج يدعمون النوتش. كلمة الدعم ليش أبل؟ عشان خلاص تخلص من ستب، الحين البرامج كلهم يدعمون النوتش، الحين نبدأ ستب الثاني. الستب الثاني شنو؟ ان نحرك شيء في النوتش ونعطي المبرمجين برضو مهلة ثانية، لان الجهاز نزل بنوتش ما تقدر أبل تكنسل وتخلي المبرمج ما يحتاج تدعمه، خلنا نشيل النوتش الحين وندعم جهاز ثاني، لا لازم كل المبرمج كل البرامج تدعم الاشياء دي كلها علشان يصير اداء البرامج اللي احنا نتمناه، ثبات البرنامج اللي احنا نتمناه، الكواليتي حق البرنامج اللي احنا نتمناه. الشركات الثانيه ما تقدر تسوي الاشياء دي كلها، يعني سامسونج ما تقدر تمسك سناب شات او تمسك تويتر او تمسك اليوتيوب او تمسك كم الشركات اللي باقي بعد، انستغرام تمسك ذي الشركات وتدعم بس اجهزتها، لان في اجهزه ثانيه ما فيها نوتش، في اجهزه ثانيه وضوحها غير، في اجهزه ثانيه السبكتريت يختلف. فابل لازم حبه حبه تمسك المبرمج، سوي زي كذا سوي زي كذا سوي زي كذا. السب الثاني بعد شهرين بعد ثلاث شهور بعد سنتين خلاص دعمنا ذي الشيء، احنا نبدا السب ثاني نغير الشيء ذا. فالتطوير لازم يكون كذا، التطوير البطيء وهو مصلحه الكواليتي، وهو مصلحه اداء البرنامج، وهو مصلحه اداء الكاميرا اداء الشاشه الوضوح ذي الاشياء كلها. فانت لا تنظر لها بمنظور بس شكل، انظر لها بمنظور كيف المبرمج يقدر يسوي الاشياء ذي كلها، وكيف الشركه تعطي مهله، ما بتقول يلا بكره سوي ذا الشيء، مستحيل يصير زي كذا. فهذه المهل او ايش يسمونها ذي الحركه، 32 بت، 32 بت وقفت ابل تقريبا من سنتين، من حطت 32 بت او انتقلت الى 64 بت في الايفون 5S اللي هي النظام حق الجهاز، وفتحت المجال حق المطورين يدعموا ال 64 بت قامت تحمطر، فهذا المشكله بعيوني. عادتهم مهله الحين كم سنه، شوف المسافه تهم قبل سنتين اجبرتهم يكون البرامج كلها ب
بال 64 بت. فهذا الاداء البرامج كيف تصير اقوى. اللي يبي يفهم شو الفرق بين 30 و 64 بليز ابحث في جوجل بليز. بس السلام عليكم. شوفوا كيف التناسق والسينك بين الانظمه. طبعا نظامين ويندوز بس ما لهم شغل ويندوز ولا شيء. قاعد استخدم بيجز. بيجز للكل يعرفه مال ابل، فما منزله في الويندوز. انا فاتح الموقع كتب www.icloud.com، فتح بيجز قاعد اكتب انا مقال او ريبورت كامل حق اللاب اللي عندي. فشوف الحركه الحين، بكتب شيء هنا فتحه من جهتين، لاي كلاود حقي من جهتين مالين ابل. لو اكتب كلمه هنا شوف كيف يكتب هنا. طبعا يختلف، هذا اللابتوب مفصول ما في اي شيء، ما لا تحسبوا انه مشبوك على شيء، ما له شغل يعني. فشوف الحركه.